حسين خمري مثقف استثنائي ودارس أخلص للبحث ومنحه كل وقته، وعرف كيف يوفق بين المناهج الحديثة والتراث. هو الذي بدأ المسيرة شاغرا وقاصا قبل أن يسرقه النقد. طفل لوراس الذي انتسب إلى جامعة قسنطينة في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وهب عمره كاملا لذات الجامعة، ولم تكن سفريته الباريسية في الثمانينيات سوى فرصة لتحصيل معارف جديدة سينقلها للأجيال القادمة. كيف لا، وهو الذي يعد من الآباء المؤسسين للمنهج السيميائي في النقد العربي. عندما عاد حسين خمري من باريس وكذا، هما جيل كامل عادوا يعني في وهران، في العاصمة، خصوصا في الجامعات الكبرى يعني، وفي قسنطينة كان واحد الهاجس. حتى في اللي جاوا من أمريكا كان في واحد الهاجس كبير، هو أنه كيف نحرك الحركة النقدية الخاملة في الجزائر اللي ما كانتش، مش الخاملة نقول هي النقد التاريخي يعني، ما تغيرت عبر عشرات السنين. فحسين خمري كان من رواد هذا الجيل الذين دفعوا إلى ضرورة تغيير الحركة النقدية باتجاه النقد النصي. أستاذ حسين لم يجد الحق المهيئ لكي ينشر فكره. في البداية كانت صعوبة كبيرة، لأن آنذاك كان النقد التقليدي الكلاسيكي معمول به في جامعاتنا، وبالتالي فوجد صعوبة في توصيل هذا الفكر إلى الطلبة وكذلك حتى الزملاء الأساتذة. لما ناقش حسين رسالة الدكتوراه، كان مشرف عليه الدكتور عبد الملك مرتاد. الدكتور عبد الملك مرتاد تغيب، وكنت أنا رئيس الجلسة يعني في المناقشة هنا في جامعة قسنطينة، جامعة منتوري، وبدأنا نتناقش. والدكتور دكتور مرتاد كلفنا احنا ندبر راسنا يعني بالنسبة للرسالة، ولكن ثم فهمت باللي الأمور كانت قاسية داخل الجامعة، في عداوة شرسة حقيقة ضد كل واحد يفكر خارج المنظومة التقليدية إلى آخر. مع أنه رجل وجهة نظري، أرى ما يعجبوكش يا أخويا ناقشه وحكي معاه، ولكن أنك توقف منه موقف. ونتكلم عن الإدارة، قالوا لا أبدا ما فيش مناقشة، ومدام رئيس المشرف مش موجود رسالة تناقش. طبعا هي وسيلة لضربه يعني، ضرب حسين يعني. أنا كنت رئيس اللجنة، وبصراحة كنت شرس أيضا بنفس الشرسة اللي كانت عندهم. جو مو سوي با ليسي انتيميدي ولا فعل. قلت لها اسمح لي، ما عندكش حق أولا، ثانيا وصلتك الوثيقة، إذا ما وصلتكش هاي الوثيقة قلت لحسين جيبها معك يعني من المشرف نتاعو، وين يقول أنا أكلف الدكتور وسيني لتبني الرسالة، أنا ما قدرتش نجي، وأنا هاي الرسالة مواصفات الرسالة، أعطى المواصفات الجيدة الجميلة للرسالة، وأن الرسالة تستحق ولبنة جديدة في النقد الحديث إلى آخره. كان قال اعتمدوا، وأنا في النهاية القرار اللي تأخذوه أنا متفق معكم فيه. طبعا قرار رسالة بهذيك القيمة أكيد ماهيش قرار سلبي يعني. بعدين طيب يا أخي وفرنا قاعة، ما كانش قاعات، هي طلعت عند استعملت شوية سلطتي الخاصة، ورحنا عند مدير الجامعة أنا وحسين، كان وقتها مش جاكون أعتقد. الرجل اندهش لما أعطيناه الملف وشاف كل الأمور، قال لا يعقل يعني، ما هذا؟ قلت له دكتور هذا ملاحظات الدكتور، عنده ظرف صحي ما يقدرش يعني، كبير وما قدرش يجي، ولكن ما يحبش يعطل الطالب. هاي لغرة نقعة صغيرة، ولكن أعطانا قاعة. احنا كنا مصممين ان نديروا المناقشه في كل الاحوال، المهم ان 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 يتفق هو معنا المدير ويتكلم مع اداره القسم باش ما يزيدوش يعطلوا الاستاذ. وفعلا تم ذلك. حسين خمري كان يبحث كثيرا، ينقب كثيرا، يسير بخطى متانيه، لا يريد التسرع، يريد ان يتميز بموازاة التراث العربي بالاجنبي. إذن فهمه كان نقل هذه المعارف إلى طلبته في جامعتنا. بدل ما نعطي القيمة للحواشي النص يعني، من تاريخ وعلم نفس وغيرها والمجتمع إلى آخره، نتصدى لذلك داخل بنية النص نفسه.
وقد ربطته علاقة علمية متينة بعالمة اللسانيات الشهيرة جوليا كريستيفا التي أشرفت عليه. وكان زملاء للراحلة سروا تلك المرحلة في حديث سابق للنصر أن العلامة كانت تصغي للطالب الجزائري كأنها هي طالبته. عندما اكتشف هذه المناهج الجديدة في جامعة السوربون كان هدفه الأول والأخير هو يعني محاولة يعني كشف بذوره في التراث العربي، وهو ما حدث حيث أنجز بحوثا عن الجرجاني وقارن فكر الجرجاني بما جاء عند الغربيين في السيميائيات والبنيوية. وبدأت الفكرة تتطور طبعا مع حسين خمري ومع مجموعة طبعا من النقاد الآخرين، وكتب كتاب صغير اسمه بنية النص الأدبي. لذلك الوقت أنا كنت في احد الكتاب الجزائريين وجاب لي، وكان صديق طبعا التقي في فرنسا كثيرا، جاب لي الكتاب شفته قلت له حسين هذا صحيح انت؟ وقل لي مش مقتنع به كثير وكذا. قلت له لا مش مقتنع به، ولكنه كتاب لأول مرة يحط لبنات النقد النصي، هذا ما كانش موجود عندنا احنا في الجزائر او كان قليل من خلال بعض المقالات وكذا. فطبعت الكتاب يعني الأستاذة القديرة البلغارية الأصول الفرنسية في جامعة باريس 7 كانت استمعت إليه باهتمام كبير، وهو ما ذكرته للأستاذة الدكتورة أمينة باللعلة ونشر في صحيفة النصر. كانت ذكرت قالت أنه أن الأستاذة كريستيفا كانت تستمع إليه كأنها هي الطالبة وهو الأستاذ. لماذا؟ لأنها اكتشفت كنوزا كبيرة في ثنايا هذه الكتب العربية، واكتشفت أن الجرجاني قمة من القمم العلمية التي لا بد كذلك أن نعود إلى مؤلفاته من دلائل الإعجاز، من أسرار البلاغة، نظرية النظم إلى غير ذلك. أول مؤتمر للبنيوية دار هنا في قسنطينة في الجامعة في المكتبة الكبيرة تاع الجامعة، يقوم لنا شخص هو الآن سياسي كبير يعني، ويبدأ ينتقد فينا أنتم البنيويون أنتم عمالة الاستعمار، والاستعمار انتقل من العمالة المباشرة إلى العمالة الثقافية إلى العمالة الأدبية. لو أستاذ أنا أسألك سؤال فقط يعني ما حبش ندخل معك في معركة، وكنا في مائدة يعني كبيرة في المكتبة، حبي نسألك سؤال، هل قرأت شيئا عن البنيوية؟ أنا مثلا لو شيء نشوف باللي مش مليح أنا سأذهب نحو هذا الشيء وأقرأه ونكون وجهة نظر قوية بناء على ما قرأته. أنتم دائما تلتجئون إلى مثل هذه الأمور وتعملون بأنفسكم كأنكم لا تعرفون. حصل بهدلنا يعني في هذه المنصة، بفرحت لأن الجمهور كان كثير رائع، الجمهور الطلابي حقيقة كان أكثر تطورا بكثير من زملاء الأساتذة، وصفق وناصر المجموعة الأدبية، وساسي تغيبيا بصراعات بين التقليد والحداثة، بين الدين والعقلانية، كل هذا المناخ العام جعل من مشروع حسين خمري يعاني الأمرين يعني حتى يقدر يمر. طبعا اليوم الشباب في الجامعة يتكلموا عن البنيوية، يتكلموا عن السيميائية، يتكلموا بشكل نغمل وكأن لا يوجد مشكل، شيء نغمل، ولكن لازم نرجع شوية للوراء لتعرفوا بأن مثل هذه الأمور التي تبدو اليوم عادية لم تكن عادية في ذلك الوقت. الطلبة الآن أصبحوا شغوفين خاصة الشباب بالتعرف على هذه المناهج من خلال ما كتبه ليس حسين خمري فقط، وإنما هذه النخبة التي عادت من جامعة سوربون مثل رشيد بن مالك، الطيب بودربالة، وطيب العروسي، يعني هؤلاء كلهم كانوا زملاء الدراسة طبعا، والآن يعني يعدون من بين الأساتذة الذين لهم اسم ولهم يعني وزن ثقيل في النقد العربي الجزائري خاصة.
يقول أصدقاؤه وزملاؤه إنه كان زاهداً ومنصرفاً إلى الدراسة والبحث، حيث كان يقضي أغلب فترات حياته بين الكتب، إلى درجة أنه لم يكن يرد على الهاتف حين يكون منهمكاً في القراءة، ويضطر متصلون به إلى الاستنجاد بزوجته من أجل التواصل معه، كما كان يخصص كل وقته للتنقل بين المكتبات في سفرياته خارج الوطن. أستاذ حسين خمري، خليني نقول لك، من عادته ألا يجيب على المكالمات، ليس يعني من المبالات منه، إلا أنه دائم التواجد بالمكتبات ومراكز البحث، فهو لا يهتم ب يعني الهاتف. ف وقد عرفت أن يعني من خلال أصدقائه المقربين أيضا أنه كان على هذا يعني الطبع، وكانوا عندما يريدون الاتصال به يستعينون بزوجته السيدة عليمة. كان يقول دائما سأعتزل سأتصوف لأيام لأنني عندي مشروع أبحث فيه وأريد أن أتأكد من أمهات الكتب، من التراث، ما قيل عند العرب أولا وقبل كل شيء، لأنطلق ساعتها عند الغربيين. وأبعد من ذلك، كان يتعامل مع شخص الروايات كشخصيات حقيقية، وعمل على نقل هذا الهوس إلى المحيطين به. كان نعم الزوج ونعم الأب، كان صديقا لنا في صديق العائلة، وبالعكس كان ينكت يمزح، عندما يعود يبعث فينا دائما يعني روح يعني فكاهية، روح يعني علمية كذلك. الخيال والواقع كانوا داخلين مع بعض، داخلين مع بعض، وقادر هيك يجيب لك الناس نتاع الكتب يخرجهم يحكي ويقعدوا معاك ويقصروا معاك ويحكيوا معاك، وقادر الواقع يولي خيال شويه لو ديسانيمي، ويجي ويقول لي فالا دون كيشوت، وكان ياكل هكذا وكان يروح هكذا وكان يجي هكذا. وكنت حطيت وانا يا عبد تاع صح في بالي عمنا ولا خالنا ولا واحد من الدار، ماهوش يعني ان بيرسوناج رومانسك، مي كان دائما وبقات هذيك الشيء، بقى دائما هذاك الشيء، دائما بقى هذاك الشيء. كان يحكي لك على إما بوفاري، يحكي لك عليها شغل راهي عبد، كان يحكي كيما يعطيني، كيما من بعد وليت كبيره وكل شيء، يعطيني كتاب يقول لي يا بنتي شوفي لو بيرسوناج لازم كي توصليه. سعيد صالح اعطاني موسم الهجره للشمال، قال لي هاكي قرايه دو جوغ ولا عيط لي، قال لي شوفي يا بنتي جيسبر كو وصلتيه، كي لا ترافيرسي ما خليتيهش في نص البحر، ان بيرسوناج ما نخليوهش في نص البحر، سي با بوسيبل. يحكي لك عليه شغل عبد هكذا، تاع ماهيش حكايه كتاب تقراه وخلاص طبقه، كتاب كيما تفوتو تحفتحو لي بيرسوناج يخرجوا ويعيشوا معاك. كامي سيتي باغي، يحكي لك على غاب هذاك اللي ما عطاولوش لو نو، اي فالي فير لونكيت اي تو سا. يحكي لك على اما بوفاري، ودار لونكيت على الغاشي نتاعها كامل، خالها وخالتها وعمها وعمتها، ويجي ويروح يحوس ويقول لي سنايا فلان كتب هذاك وهذاك كتب، وسنايا انا قرينا في البيبليوغرافي هذا، ويحكي معاك هكذا يحكي معاك. سي با يزيد عليها ولا يسنى حتى تولي سي اوفيسيال اي تو سا، اي بو تو بارلي دو سا. وإلى جانب اهتمام حسين خمري بالدراسة النقدية، اهتم بالترجمة، وسعى لتأسيس قسم الترجمة بجامعة قسنطينة، تولى إدارته لفترة قبل أن يسلم المشغل لطلبته. لي صديقة كاتبة اسمها جاكلين برونو، كان قد صدر لها كتاب في 2007 عن دار نشر لارماتون تحت عنوان لا دام دو شومان دي كريت، أين هذه الكاتبة ترثي فيها أمها وتستحضر بعض الذكريات والدتها التي قضتها بالجزائر، وطلبت مني في تلك
الفترة أن أبحث لها عن مترجم. يعني بدون أن أتردد فكرت في الأستاذ حسين خمري، صفت يعني أنه شخص له باع طويل في الترجمة، فقد صدرت له عدة يعني ترجمات من لغات مختلفة، نقل يعني عدة كتب من الفرنسية إلى العربية ومن الإنجليزية إلى العربية وحتى من الإيطالية إلى العربية، وقد زكى هذا الاختيار العم طبيب الأسنان عبد الرشيد الذي كان تجمعه به علاقة صداقة، كونه أحد يعني مرضاه بالإضافة إلى زوجته أستاذة عليمة وأبنائه، وأيضا أحد الذين كانوا يهتمون بما ينتجه الأستاذ خمري. جئت بعدما ضبطنا موعدا بالأستاذ حسين خمري، خليني أقول لك لما تلتقي يدك بيده من أجل المصافحة يعني تشعر بالوقار للوهلة الأولى، وأخذت أحدثه عن مشروع الترجمة، كما قلت أني ترجمت هذا الكتاب من الفرنسية إلى العربية. لا أخفيك يعني في البداية شعرت وكأنه غير مهتم إلى ما جئت إليه، ما زاد هذا الشعور أنني لا أستطيع أن أصل إلى ملامح وجهي بسبب إعاقتي البصرية. ثم عرفت أن الرجل كثير الاستماع والإنصات والتمعن إلى ما يأتي به محدثه، ثم ينطلق فيما بعد في النقاش أو الإجابة على ما تطلبه منه. أخذ الكتاب وبدأ في تصفحه، هذا ما يعطيك انطباع على أنه بالفعل قارئ نهم. ثم ضبطنا موعدا آخر لنلتقي ويأتيني بقرار قبوله لترجمة الكتاب أم لا، بعدما حدثني عن يعني تقنية الترجمة وصعوبة يعني نقل الكتاب من لغة إلى لغة أخرى. جاء موعدنا الآخر وقد جاءني أيضا الأستاذ حسين خمري بقراره بقبول ترجمة الكتاب، وما لمست عنده أيضا خليني أقول لك أنه حافظ الكتاب عن ظهر قلب. اولا قلت معاه كتاب باسكو اون فيت قاعد يقرا في حفصه، فليك يكملها، فليك يوصلوا السيد، فليك اي الكتابات اون فوا يقراه سي فيشو، ستادير يقول لك هاد لا فراز راهي في لا باج غوش في لا باج دروات، راهي الفوق راهي لتحت، استنى يدك نلقاه لك. Quand j'ai commencé à faire mes études et tout ça, c'était fichu. Il fallait qu'un andi. Moi, j'apprécie. Mais qu'un andi sur Hadi ou l'assiette, il a du score en bizarre. Ou qu'un andi Hussein Khomri. Hussein Khomri, j'ai dit que non. Chauffez. La ville, c'est un texte. Lazm qui te craille. عندك لازم كي تقراي لازم كي تقراي فلان وفلان وفلان. لا سيميوتيك اللي تي بارتو، هذه كانت بارتو بداها لي من غولومبارت، كبرت معاه دو توت فاسون لو سيستيم دو لا مود وكذا ومنا. ويقول لك نو دو توت فاسون يا دو بيتون، هادو سي لي ماسون لي تكنيسيان خليهم ليهم، وانت يا بنتي كونت اوني اركيتكت لازم لك تقراي لا فيل كيس كيل دي لو تيكست دون لا فيل تيكست كيس كان نو راكونت كيس كان نو راكونت با سيتي هو اللي ياك لازم تقراي، تعرفيها تقراي في الحجر تقراي في الحجر، مي ما تقرايش في الحجر كيفاش حطيتي الحجره الاولى الثانيه والثالثه،
دونك كاس كي فولي دير علاش تحط الحجره هذه وما حطش الحجره الاخرى، وعلاش لا في علاش لا روي الي كوم سا الي با كوم سا، وكيفاش لا فيل هذه تركب في هذه، وكيفاش اون سو سون بيان فيها. سي مي فال يا في دي مومون اون بوفي با لو سويفر، فا موا جو بوفي بلو لو سويفر باسكو هارب بزاف. بنية الخطاب الأدبي، فضاء المتخيل، سرديات النقد، الظاهرة الشعرية العربية، الحضور والغياب، ونظرية النص، تلك بعض آثاره إلى جانب كتب مترجمة ومخطوطات منها مشروع كتاب مثير عن مخاتلة الأسماء، خص النصر بمقالة منه قبل رحيله. الأشياء التي يعني نتأثر في بها أكثر هي تلك الأخبار التي تأتينا من الوطن. نقدر نقول لك هي خبر الوفاة. فتحت شاشة هاتفي في ليلة 13 جانفي 2021 على صفحة الكاتب وسيني الأعرج، أين كان ينعي في خبر وفاة حسين خمري. وحقيقة لم أصدق هذا الخبر، وخاصة أن الأستاذ وسيني الأعرج كان في كل مرة يعني عندما يصل إلينا أو إليه خبر وفاة شخص ما يترجى من يكذب هذا الخبر. لكن يومها عجت صفحات الفيسبوك بهذا الخبر. أخبرك أيضا أني تريثت كثيرا في أني أبعث رسالة إلى ابن تهي دلال قاطنة بفرنسا حتى أعزيها. كنت أعتقد أيضا أن ممكن الخبر يكون طائش، فتواصلت والأستاذ الطيب والدعروسي، لأن الأستاذ خمري كان سببا في تعارفنا، وأكد لي بصوت حزين أن الأستاذ حسين خمري قد رحل. ثم أكدت هذا أو أكد هذا الخبر يعني قنوات تلفزيونية وصفحات جرائد، منها صفحتكم وصفحة النصر أقصد بذلك، التي كان أحد أقلامها. جائحة كورونا كانت أسرع واجتاحت معها الأستاذ حسين خمري، واجتاحت مشروع الترجمة، واجتاحت أيضا معها مشاريع أخرى كمشروع الذي حدثني عنه، هو جمع أعمال أناغا كريكي الشعر إلى أناغا كريكي وترجمتها إلى اللغة العربية. عرفت فيما بعد أن وراء هذا الرجل العظيم امرأة عظيمة. أستطيع أن أقدمه للمرحوم هو أن أنظم مخطوطاته، لأنه ذكر عدة مشاريع مفتوحة كنص كبير مفتوح، أتمنى أن أنظمها ويقدرني الله على ذلك وأهمشها، لأن التهميش ذكرت هو عنده طريقته خاصة في التهميش يفهمها هو، لكن أنا سأنقب وسأحاول أن أحرص على الأمانة العلمية، لأن الأمانة العلمية كان حريص عليها جدا جدا، لكي نكون يعني في المستوى ولكي نرقى بالبحث العلمي في بلادنا وفي جامعاتنا العربية ككل والجزائرية خاصة. غاب الناقد حسين خمري في عز العطاء، لكنه ترك الأثر الذي يدل باحثا وكاتبا يصعب تكراره، والعزاء العزاء فيما ترك من صيت ومن أثر.